أكثر من 200 كيلومتر من الألياف البصرية تم وضعها على مستوى البلديات الحدودية غرب ولاية تلمسان، بالإضافة إلى عدد كبير من محطات الجيل الرابع والتي عززت التغطية الهاتفية للمتعاملين الوطنيين بهذه المناطق. احنا في آخر نقطة في الجزائر، جابوا لنا هذا المودام، هذا داروا لنا 4G، تما مشكورين والحمد لله. اليوم زعما راه نخدموا به، الدراري يقراوا به، يخدموا به الانترنت، ما شاء الله. كانت الشبكه مقطوعه تماما كما نقولوا، ما كانش، واليوم الحمد لله بجهد اتصالات الجزائر خدمت لنا ووفرت لنا هذا الشبكه تبارك الله، واليوم رانا الحمد لله. هذه المنطقه اقصى نقطه حدوديه في الغرب الجزائري، ولايه تلمسان، دائره سيدي جلالي، تم تزويدها بخدمة الانترنت جيل رابع عالي التدفق. هذه الانجازات تدخل في اطار سياسة وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، تغطية بالمناطق الحدودية باستعمال كل التكنولوجيات المتاحة. بالنسبة لقطاع الاتصالات، هناك 166 محطة توفر خدمات الاتصالات، سواء وكذا الجيل الرابع على مستوى البلديات الحدودية، كما قامت كذلك مؤسسة اتصالات الجزائر بتنصيب 20 محطة على مستوى هذه البلديات، وهذا لتوفير خدمة الهاتف وكذا خدمة الجيل الرابع للانترنت. يذكر أن ولاية تلمسان وصلت إلى نسبة 68% من تغطية الانترنت عبر 53 بلدية، 40,000 خط منها بتقنية الألياف البصرية، حيث بلغ طول شبكة هذه الأخيرة أكثر من 2500 كيلومتر عبر تراب الولاية.